ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. معاكم زميلكم احمد من سنه تانية، ان شاء الله هكون معاكم النهارده في محاضره التي سيلز اند سيل ميديتد اميونيتي. هو السيل ميديتد اميونيتي بجانب الهيومرال اميونيتي اللي شرحت لكم جزء من الادابتيف اميونيتي. يعني الادابتيف اميونيتي نصها هيومرال ونص التاني السيل ميديتد اميونيتي، اللي انتوا لو انتوا فاكرين في ثالثه ثانوي كنا بنقول عليها المناعه الخلويه، هي دي السيل ميديتد اميونيتي. طيب، ما ينفعش ان انا ادخل اتكلم عن السيل ميديتد اميونيتي قبل ما اتكلم عن التي سيلز. ليه؟ لان التي سيلز هي المسؤول الاساسي عن السيل ميديتد اميونيتي. لو انتوا كنتوا فاكرين من ثالثه ثانوي ان الخلايا المناعيه منشاها من البون مارو، في خلايا منشاها في البون مارو والجروث بتاعها بيكون في البون مارو، وفي خلايا تانية بيكون منشاها في البون مارو ولكن الجروث بتاعها في مكان تاني. هو غالبا كلهم منشأهم الجروث بتاعهم في البون مارو ما عدا التي سيلز اللي بتتكون او الستيم سيل بتاعها بيكون في البون مارو، ولكن الجروث او الديفلوبمنت بتاعها بيكون في السايمس جلاند. لو انت فاكرين السايمس جلاند كانت بتبقى موجوده ورا الاسترنم وقدام الهارت، تمام؟ يعني قدام عظمه الاسترنم، ورا عظمه الاسترنم انا اسف، وقدام الهارت، بتتكون من تو لوبس. يعني ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في عندي السايمس جلاند اول ما بتتكون عندي التي سيل بريكيرسر او الستيم سيل اللي ليها اسم تاني اللي هو السي دي 34 بلس ستيم سيل، تمام؟ دي الستيم سيل بتاعتي وما بيكونش عليها اي ريسبتورز ولا اي حاجه على السيرفس بتاعها، بتكون عباره عن دايره او عامله زي الدايره كده ونيوكليس وخلصنا على كده، مفيش اي حاجه على السيرفس بتاعها، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السايمس جلاند في جواها سايمك سيل، بيحصل ايه؟ بتبعت كيمو تاكتكس، بتبعت مواد تقول للستيم سيلز دي تعالي بقى علشان نعمل ديفلوبمنت او نعمل جروث. زي ايه المواد دي؟ زي السايمك فاكتور او السايموسين، بتبعتها بتعدي في البلاد سيركيوليشن توصل للبون مارو. اول ما بتوصل للبون مارو بتبدا الخلايا دي تتحرك برضو في البلاد سيركيوليشن لغايه ما توصل للسايموس جلاند، ولما توصل للسايموس جلاند هيبدا يحصل عندي الجروث او الديفلوبمنت. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط في السايمس جلاند؟ تعال نتابع مع بعض. افتكر ان انا قلت لك ان الستيم سيل دي ما بيكونش على السيرفس بتاعها اي حاجه، تمام؟ هي كده خليه كده جايه كده بشنطه هدومها بس، ولا اي حاجه تاني عليها، مفيش اي ريسبتورز ولا اي حاجه تاني مميزه على السيرفس بتاعها، تمام؟ ولكن انا عارف ان كل الخلايا المناعيه لازم يكون عليها ريسبتورز، اقل حاجه يكون عليها ريسبتورز علشان تتعرف على الانتيجين، ان هي تتعرف على الانتيجين ازاي لو ما لهاش ريسبتورز. فهو دي الحاجات اللي هتحصل عندي في السايمك في السايمس جلاند، او اللي هتعملها لي السايمك سيلز اللي موجوده في السايمس جلاند. فاكرين السايمك سيلز اللي بعتت كيموتاكتكس هنا وقالت للستيم سيلز الموجوده في البون مارو تعالي عشان نعمل ديفلوبمنت؟ هتبعت برضو نفس الفاكتورز، تمام؟ بالاضافه لفاكتورز اضافيه مش مكتوبين عندكم، فانا بصراحه تجنبت الكلام عنهم. بتبعت لمين؟ بتبعت للستيم سيل دي. ما الستيم سيل خلاص، انا دلوقتي ده المستطيل ده كله اعتبر ان هو ده السايمس جلاند. ادي السايمك سيل بعتت سايمك فاكتور وسايموسين لمين؟ للستيم سيل اللي وصلت عندها في السايمس جلاند. السايمك فاكتور والسايموسين هنا هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ستيميليشن لتو جينز، في جين منهم المفروض هيكون لي التي سيل ريسبتور اللي هو المهم جدا، والجين الثاني هيكون لي السي دي 4 اند سي دي 8، تمام؟ عارفين طبعا السي دي 4 والسي دي 8 واتكلمتوا عنهم يعني وذاكرتوهم في ثالثه ثانوي لغايه ما طلعتوا منهم، تمام؟ فادي السايمك سيل بتبعت بس ال تو فاكتورز دول، السايمك فاكتور والسايمك سيل علشان يطلعوا لي التي سيل ريسبتور والسي دي 4 والسي دي 8، تمام؟ طيب يبقى اول خطوه معايا طلع معايا ايه؟ طلع معايا التي سيل ريسبتور وسي دي 4 وسي دي 8 اللي عامله زي الارنب دي او اللولي بوب مش عارف يعني، تمام؟ طيب تيجي انت بقى تقول لي ايه؟ تقول لي لحظه بس، انا عارف اللي هيطلع بعدين. اقول له قول، يقول لي انت مش دي فيها تي سيل ريسبتور؟ اقول له اه. وفيها سي دي 4 وفيها سي دي 8؟ اقول له حصل. يبقى دي التي سبريسر او اللي انت كنت بتقول عليها مظبطها؟ اقول لك غلط يعني، تمام؟ لان انا لسه اصلا في الستيب 1 في الجروس، تمام؟ يعني انا علشان اوصل واقول ان انا خلصت الجروث او الديفلوبمنت بتاع التي سيل قدامك اربع خطوات. بعد الاربع خطوات دول نحدد بقى نوع التي سيل، هل هي هيلبر تي سيل، هل هي سايتوتوكسيك تي سيل، او هي ريجولاتوري او السبريسر تي سيل، تمام؟ فاوعى تغلط وتقول ان انا هنا دي الريجولاتوري او السبريسر ومن السبريسر يجيني الهيلبر او السايتوتوكسيك، تمام؟ ان الكلام ده عكس الصحيح خالص. طيب يبقى احنا كده خلصنا ستيب 1. طب ايه اللي بيحصل في ستيب 2؟
هقول لك لحظه. انت السايمك سيل دي انتوا خدتوا طبعا في الانتيجين بريزنتنج سيلز ان المفروض كل الخلايا بتاعت الجسم عليها ام اتش سي، صح؟ طيب السايمك سيل دي عليها ام اتش سي 1 وعليها ام اتش سي 2، حلو قوي الكلام ده؟ جميل. دلوقتي ايه اللي بيحصل في ستيب 2؟ السي دي 4 المفروض بيمسك في الام اتش سي 2، تمام؟ والسي دي 8 هيمسك في الام اتش سي 1، جميل قوي الكلام ده؟ وده بنسميه بوزيتيف سيلكشن. يعني ايه بوزيتيف سيلكشن؟ يعني ان السي دي 4 مسك في الام اتش سي 2 والسي دي 4 ما ينفعش يمسك غير في الام اتش سي 2 اللي موجود على السايمك سيل، والسي دي 8 اللي موجود عندي على التي سيل اللي هي لسه بيحصل لها ديفلوبمنت يبقى هيمسك في الام اتش سي 1، وما ينفعش السي دي 8 في اي مكان يمسك غير في الام اتش سي 1. دي بنسميها بوزيتيف سيلكشن الستيب دي. طيب تخيل معايا ان هو ما حصلش بوزيتيف سيلكشن، يعني ايه؟ يعني السي دي 4 ما مسكش في الام اتش سي 2 او السي دي 8 ما مسكش في الام اتش سي 1، هيحصل ابوبتوزس للخليه دي، يعني الخليه دي ما ينفعش تكمل الخطوات اللي جايه. ليه؟ لان بعد كده مش هتعرف تمسك في سي دي 4 او سي دي 8 لما تطلع بقى في السيركيوليشن وتقابل مشكله حقيقيه بقى فورين انتيجنز ولازم تعمل اميون ريسبونس، مش هتعرف تشتغل. فلو فشلت ان هي تعمل بوزيتيف سيلكشن هنا هيحصل لها ابوبتوزس، تمام؟ طيب جميل قوي، الحمد لله عدينا من ستيب 1 وستيب 2 وعملنا بوزيتيف سيلكشن. نتكلم بقى عن ايه؟ عن ستيب 3. فاكر التي سيل ريسبتور اللي كان عامل زي سنه الارنب ده؟ انا مش ناسيه، اهو جه دور دلوقتي بقى. بصوا يا شباب، هو اي خليه في الجسم فعليها ام اتش سي، تمام؟ المفروض ان الخليه بتاعت الجسم بتاعتك انت اللي هو السيلف تيشو في السيلز بتاعتك انت بتاعت جسمك اللي المفروض بتكون الجسم بتاعك، المفروض ان الميون سيستم ما هاجمهاش. دي بتكون شايل عليها سيلف انتيجين او سيلف بيبتايد. يعني ايه سيلف انتيجين او سيلف بيبتايد؟ يعني اي حاجه محرمه على الاميون سيستم ان هو يهاجمها. ودي الماركر اللي لما بتعدي بعدين الخلايا المناعيه تشوفه من بعيد تقول لحظه ده سيلف بيبتايد ده سيلف انتيجين، خلاص انا ابعد عنه، تمام؟ ليه؟ لان هو تبع الجسم بتاعي ما ينفعش اهاجمه. فايه اللي بيحصل؟ ان التي سيل ريسبتور هنا بتشوف معروض على الام اتش سي اللي موجود في السايمك سيل، بتشوف عليه ايه؟ سيلف انتيجين او سيلف بيبتايد. تروح بص عليه من بعيد بس كده، بص عليه تقول ده سيلف انتيجين سيلف بيبتايد، ما تمسكش فيه، ما ينفعش تمسك فيه. كون ان التي سيل ريسبتور يعدي على انتيجين، خلي بالك يعدي على انتيجين وما يمسكش فيه، ده بنسميه نيجاتيف سيلكشن. ولازم يحصل هنا نيجاتيف سيلكشن. ليه؟ لان ده سيلف انتيجين او سيلف بيبتايد، يعني دي حاجه كويسه. يعني احنا في ثالثه ثانوي كنا بنكتفي بان احنا نقول ايه؟ كنا بنقول ده سيلف انتيجين، كنا بنقول انتيجين ده كان كافي جدا يعرف لي او يقول لي ان الانتيجين ده حاجه وحشه لازم اخلص منه. لكن هنا لا، أنا لازم اوضح اقول في عندي سيلف انتيجين ولا فورين انتيجين. ما ده سيلف انتيجين، دي حاجه كويسه ان انا تجاهلته، عملت له نيجاتيف سيلكشن ما مسكتش فيه. طب تخيل معايا كده ان التي سيل ريسبتور ده مسك في السيلف انتيجين او السيلف بيبتايد اللي معروض على الام اتش سي بتاع السايمك سيل. ايه اللي يحصل بعد كده؟ قدام حاجه من حاجتين. الحاجه الكويسه انه يحصل ابوبتوزس، ماشي؟ مش مكتوبه. ان الحاجه الكويسه ان هو يحصل ابوبتوزس زي ما حصل هنا لو ما حصلش بوزيتيف سيلكشن. طب الحاجه اللي مش كويسه بقى ان هو يحصل بوزيتيف سيلكشن هنا، يعني ما يحصلش نيجاتيف سيلكشن وما يحصلش ابوبتوزس، يبقى معنى كده ان الخليه دي هتكمل في الجروس وهتطلع بعد كده في السيركيوليشن، واول ما تشوف سيلف بيبتايد هتعمل اميون ريسبونس ضده. فمعنى كده ان انا لو ما حصلش نيجاتيف سيلكشن، يعني حصل بوزيتيف سيلكشن في ستيب 3 وما حصلش ابوبتوزس، هيحصل عندي بعدين اوتو اميون ديزيز. اتفقنا؟ نيجي لستيب 4 وستيب اللي هي الستيب الاخيره، ان هو خلاص انا الحمد لله عملت كونت التي سيل ريسبتور، كونت السي دي 4 والسي دي 8، وافتكر ان السي دي 4 والسي دي 8 دول مش ريسبتورز. الخطوه الثانيه عملت بوزيتيف سيلكشن، الخطوه الثالثه عملت نيجاتيف سيلكشن. نيجي بقى الخطوه الرابعه، تخيل بقى ان انا فكيت الارتباطات اللي ما بين السي دي 4 والسي دي 8 والام اتش سي 2 والام اتش سي 1، وكده كده التي سيل ريسبتور مش ماسك في اي حاجه. تخيل معايا بقى ان التي سيل دي اللي اتكون عليها خلاص كده عليها سي دي 4 وسي دي 8 وعليها تي سيل ريسبتور، في مضرب، تمام؟ عمال يضربها يمين وشمال، على حسب بقى هي هتروح لمين او هتوصل لمين الاول. لو هي والله العظيم بالصدفه، كل الموضوع ده راندوم بيك، انا كاتب لك هو راندوم بيك، موضوع صدفه خالص. لو والله العظيم السي دي 4 مسك في ام اتش سي 2
تمام اللي معروض على السايمك سيل قبل ما السي دي 8 يمسك في الام اتش سي 1 كده انا هعمل اب ريجوليشن للخطوه دي. يعني معنى كده يعني ايه هعمل اب ريجوليشن للخطوه دي؟ يعني هحاول ازود السي دي 4 اللي موجود على مين؟ اللي موجود على التي سيل. وفي المقابل هعمل ايه؟ هعمل داون ريجوليشن للناحيه دي، يعني لو في سي دي 8 موجود عندي على الخليه بحاول اتخلص منه. طيب ايه الخليه اللي هلاقي عليها تي سيل ريسبتور وهلاقي عليها سي دي 4 كتير؟ اللي هي الهيلبر تي سيل. برافو عليكم. طيب تخيل معايا ان انا بالحظ تمام الكره جت في ملعب مين؟ جت في ملعب السي دي 8 والام اتش سي 1. يعني السي دي 8 مسك في الام اتش سي 1 قبل ما السي دي 4 يمسك في الام اتش سي 2. معنى كده ان انا هعمل اب ريجوليشن هنا، فهزود من البرودكشن بتاع السي دي 8 وهحاول اعمل داون ريجوليشن هنا، يعني هقلل السي دي 8. طب جميل قوي الكلام ده. ايه هي الخليه اللي بلاقي على السيرفس بتاعها تي سيل ريسبتور وسي دي 8 السيتوتوكسيك تي سيل او اللي هي السميه؟ طيب تيجي انت تسالني سؤال، تقول لي احنا هنا دلوقتي انت لما جيت انت كلمتني هنا وانا قلت وفكرت ان دي تي سبريسر، قلت لي غلط. وانت هنا في النهايه قلت لي ان طلع معايا تي هيلبر وطلع معايا تي سيتوتوكسيك، امال فين التي سبريسر او التي ريجوليتوري اللي انا عارفها من ثالثه ثانوي؟ اقول لك ان الهيلبر تي سيل تقدر تتحول من هنا الى تي ريجوليتوري او تي سبريسر، والتي سيتوتوكسيك من هنا تقدر تتحول هي كمان الى تي ريجوليتوري او تي سبريسر، ولكن بسيتوكينز معينه. في سيتوكين زي اللي هتيجي تاثر على الهيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل وتقول لهم معلش اتحولوا الى تي ريجوليتوري او تي سبريسر. تمام؟ يعني انا عاوز اوصل لك ايه؟ عاوز اوصل لك ان الهيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل يتحولوا الى تي ريجوليتوري ممكن، لكن مستحيل تلاقي ان التي ريجوليتوري سيل اتحولت الى هيلبر تي سيل او سيتوتوكسيك تي سيل. في سؤالين انا كنت عاوز يعني اطرحهم. هل مفيش على السيرفس بتاع التي سيل مفيش غير سي دي 4 وسي دي 8 بس؟ يعني بعيد عن تي سيل ريسبتور، هل مش هتلاقي في سي دي بيمر عليه غير سي دي 4 سي دي 8؟ مش هجاوب على السؤال دلوقتي. هو بصراحه دي حته يعني ستيب 2، علشان يعني انا وانا برسمها هنا ستيب 2 تخيلت ان هو زي ما يكون ده عامل زي الارنب ليه راسين كده وده السنه بتاعته، وزي ما يقول عمل تكريم او خد اللي هو الشعار بتاع التكريم. فايه افتكر ان دايما ودان الارنب اللي هم السي دي 4 والسي دي 8 مسكوا في الام اتش سي 2 والام اتش سي 1. يعني عارف ممكن تكون حاجه هبله خالص يعني، بس انا تخيلتها كده يعني. طيب كده احنا خلصنا الديفلوبمنت بتاع التي سيل. طيب بس انا عاوز افاجئك ان رغم كل اللي احنا عملناه ده التي سيلز ما زالت نايف. يعني ايه نايف؟ يعني انا اول حاجه كان عندي ستيم سيل، ستيم سيل دي يعني لسه اساسا ما اقدرش اقول عليها خليه تقيه. كونت بعد كده بعد ما خلصت الهيصه كلها اللي اتكلمنا عليها في السايمس سيل في السايمس جلاند اتكون عندي نايف تي سيل. يعني ايه نايف تي سيل؟ لما انت بتقابل حد كده على فطرته بتقول عليه بتقول ده الشخص ده نايف. يعني ايه نايف؟ يعني طيب خالص عبيط ما يقدرش يعمل اي حاجه. تمام؟ ادي برضو نفس الكلام، كل اللي احنا عملناه ده علشان كون عملنا ايه؟ عملنا نايف تي سيل ما تقدرش تعمل اي اميون ريسبونس. تخيل معايا بقى كده انه الماكروفاج كان ماشي كده في الليمفاتكس وقابل انتيجين. هل كافي ان انا اقول انتيجين؟ مش كافي ان انا اقول انتيجين، لازم اقول فوريان انتيجين. هو هيقابل فوريان انتيجين هيقول ما هو معلش برضو الشخص ده انا ما شفتوش قبل كده. اقول ايه؟ يقول ايه الماكروفاج في نفسه؟ يقول طب لما ناخده واعرضه على السيرفس بتاعي تمام لغايه ما تيجي الشرطه الدوريه تعدي عليه وتقول للراجل ده تبعنا ولا مش تبعنا. تمام؟ ده اول حاجه بيعملها الماكروفاج. هو بس ماشي لقي حاجه غريبه قال انا اخده واعرضه على السيرفس بتاعي، واول ما يجي ايه حد يقول لي لا ده تبعي ولا مش تبعي. فبس كل اللي بيعمله الماكروفاج ان هو بيلاقي انتيجين بيعمل له دايجيشن وبعد كده بيعرضه على السيرفس بتاعه. برضه انتوا خدتوا في الانتيجين بريزنتنج سيلز ان الماكروفاج فيها ام اتش سي 1 وفيها ام اتش سي 2. تمام؟ طيب هو الام اتش سي 1 لازم تكون عارف ان هو بيعرض اصلا الحاجات اللي جوه الخليه، الحاجات اللي تابعة الخليه. ومع ذلك اي مستجد يجد عليه برضه هيعرضه على الام اتش سي 1. يعني هو على الام اتش سي 1 هتلاقي ايه؟ هتلاقي مكونات الخليه نفسها اللي بتنتجها الخليه، وهتلاقي الفوريان انتيجين بعد ما اتكسر الهضم اتعرض على الام اتش سي 1. ولكن انا اللي يهمني الام اتش سي 2 اللي ما بيتعرضش عليه غير الحاجه الغريبه عن الجسم بتاعي. طيب الحمد لله خد الماكروفاج الفوريان انتيجين كسره وعرضه على الام اتش سي 1 وبعد كده عرضه على الام اتش سي 2 ووقف. راح جه مين بقى؟ جت معايا تابع معايا من هنا
جه معايا نايف تي سيل، انهي واحده فيهم الهيلبر مش السيتوتوكسيك؟ تمام. جت عندي النايف هيلبر تي سيل او التي زيرو، تمام. جت بصت على الوضع كده قالت ده الانتيجين ده انا شكله مش كويس، شكله مش تبعي. فتروح تعمل ايه؟ عليها تي سيل ريسبتور، التي سيل ريسبتور ده هيمسك في فلورين انتيجين، تمام. وفي سي دي 4 هيمسك في المكان الفاضي على الام اتش سي 2 اللي لسه مش معروض عليه ايه الفوريان انتيجين. جميل قوي هذا الكلام. خلي بالك معايا وافتكر ان الخليه حتى الان لسه نايف، لسه ما تقدرش تعمل اي امين ريسبونس. طيب دلوقتي الخليه الهيلبر تي سيل اتاكدت ان الانتيجين ده مش تبعي، غريب عن الجسم بتاعي. يروح يعمل ايه بقى؟ لازم يحصل بقى اللي هي اكتيفيشن. بعد الاكتيفيشن الهيلبر تي سيل تقدر تشتغل ويقدر ليها يكون ليها فانكشن معينه، تمام. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بيتبعت 3 سيجنالز، خليك فاكرهم مهمين جدا، 3 سيجنالز اللي بيتبعته للهيلبر تي سيل عشان يتعمل لها اكتيفيشن. اول سيجنال بتطلع منين؟ بتطلع من الارتباط ده، الارتباط اللي بيبقى ما بين مين؟ ما بين التي سيل ريسبتور والفوريان انتيجين والام اتش سي 2 اللي معروض على الماكروفاج والسي دي 4. بيتبعت سيجنال من الكونكشن ده للجينز اللي موجوده على اللي موجوده في الهيلبر تي سيل اللي هي النايف هيلبر تي سيل، وتقول لها لا انت لازم تعمل اكتيفيشن، ما ينفعش الكلام ده، لازم تعملي اميون ريسبونس ضد الفوري الانتيجين ده. ده اول سيجنال مش كفايه. نيجي لتاني سيجنال. الماكروفاج بعد ما التي سيل ريسبتور بيمسك في الفوري الانتيجين بيروح بيبعت بقى ايه؟ بيبعت بروتين. البروتين ده بيروح يمسك بمين؟ يمسك في ريسبتور تاني موجود على ايه؟ موجود على الهيلبر تي سيل اسمه سي دي 28. يبقى معنى كده ان انا في الصفحه اللي فاتت لما جيت كلمتكم وقلت لكم ان هو بيتكون سي دي 4 وسي دي 8 وتي سيل ريسبتور، ما اتكلمتش انا عن سي دي 28. ليه؟ لان السي دي 28 اصلا هم بيعتبروه نوع من التي سيل ريسبتور، يعني انت اعتبره تي سيل ريسبتور، تي سيل ريسبتور بس باسم تاني، تمام؟ بيبقى موجود على الهيلبر تي سيل. فبكل بساطه بيروح البي 7 بروتين ده بيروح ياثر على السي دي 28، ودي تعتبر السي دي 28 ريسبتور الموجود على الهيلبر تي سيل، ودي تعتبر السكند سيجنال. السيرد سيجنال بقى بيفرز الماكروفاج انترليكن 1 بيروح دايركت على الجينز. كده بقى انا عملت 3 سيجنالز، ده كافي جدا ان هو يعمل لي فول اكتيفيشن للهيلبر تي سيل. عملت اكتيفيشن للهيلبر تي سيل، اكيد مش هتفضل نايف، هتتحول الى حاجه من ثلاثه، انا عايزك تعرف منهم اثنين دلوقتي. هي كانت تي اتش 0 صح؟ او نايف. هتتحول الى يا اما تي اتش 1 او تي اتش 2. طيب افتكر معايا، كل واحدة منهم تميل ان هي تعمل نوع معين من الادابتيف ايميونيتي. يعني ايه؟ يعني التي اتش 2 تلاقيها حبيبة الهيومرال ايميونيتي جدا، تمام؟ ده التي اتش 2، وتلاقي ان التي اتش 1 حبيبة السيل ميدييتد ايميونيتي اللي انا لسه هتكلم عليها ان شاء الله في الصفحة اللي جاية. يعني ايه التي اتش 2 حبيبة الهيومرال ايميونيتي والتي اتش 1 حبيبة السيل ميدييتد ايميونيتي؟ يعني هتلاقي ان التي اتش 2 بتفرز سايتوكينز، تمام؟ اللي هم الانترليوكينات يعني، كلهم او اغلبهم يهمهم قوي ايه؟ يهمهم شغل الانتي بوديز والبي سيلز. بتطلع لك انت ليكن 4 و5 و6 و10 و13، تمام؟ ممكن ما تحفظهمش قوي وتحفظهم من محاضره السيتوكينز، او تحفظهم من هنا ويتعاد عليك محاضره السيتوكينز تاني. ولكن اللي انا عاوزك تعرفه ومهم جدا تكون عارفهم، الانترليكن 4 والانترليكن 5 اللي بيطلعوا لي من التي اتش 2. الانترليكن 4 بيروح يعمل ايه بقى؟ بيحفز البروليفليشن او المالتيبليكيشن بتاع البي سيلز، تمام؟ اما الانترليوكن 5 بعد ما عملت مالتيبليكيشن بقى للبي سيلز، مهمتها بقى ان هي تعمل لك كلاس سويتشنج. يعني ايه كلاس سويتشنج؟ يعني هي تحول البي سيلز يا اما لبلازما سيل او ميموري سيلز. البلازما سيل هتطلع على طول انتي بوديز، اما الميموري سيلز بقى علشان لو قابل نفس الفوريان انتيجين ده مره تاني هو يعمل اميون ريسبونس من غير ما نلف بنفس اللفه ونفس السيركيليشن الطويله دي، تمام؟ طيب ده سكه التي اتش 2. طب انت تقول لي يا احمد معلش احنا قلنا ان الهيمرال ده اتشرح ومش سكتنا، نتكلم في اللي سكتنا بقى وهو التي اتش 1. التي اتش 1 غشيم، هو اصلا بصفه عامه السيل ميديتد اميونيتي غشيمه شويه، لان هي بتعتمد على السيتوتوكسيك تي سيل. فهي بتطلع ايه؟ بتطلع انترفيرون جاما وتيومر نيكروزيس فاكتور الفا وانترليوكن 2. التيومر نيكروزيس فاكتور الفا والانترليوكن 2 هما الاثنين بيعملوا ستيميوليشن لايه؟ للسيتوتوكسيك تي سيل والماكروفاج. السيتوتوكسيك تي سيل اللي اتعمل لها ستيميوليشن من هنا تروح تبهدل الدنيا، تشوف اي حاجه ماسك فيها الانتيجين ده تبهدله، تمام؟ حاجه الماكروفاج هتعمل ستيميوليشن للماكروفاج. تيجي انت تقول لي معلش
دلوقتي ازاي انا هعمل ستيميليشن الماكروفاج؟ يعني الماكروفاج اصلا هو اللي نبه الهيلبر تي سيل اللي هي النايف ان هي تعمل اكتيفيشن وتتحول لاما اي تي اتش 1 او تي اتش 2. ازاي انا بعمل اكتيفيشن الماكروفاج؟ هقول لك افتكر معايا. الماكروفاج هنا كان شغلته انتيجين بريزنتنج سيل بس، حتى هذه اللحظه كان انتيجين بريزنتنج سيل. ليه؟ شاف فوريان انتيجين قال ايه، انا مش هعمل اي حاجه، انا هاخده واعرضه على السيرفس بتاعي. جت شرطه المرور عدت اللي هي الهيلبر تي سيل اللي هي نايف، قالت للشخص ده مش تبعك يا معلم، ده انا لسه لما كنت في السايمس جلاند عملت نيجاتيف سيلكشن لكل السيرفر تايب بتاعي، اكيد لو كان ده كنت عرفته كنت بعدت عنه، لا الشخص ده مش تبعنا. فهو لما بيعمل ستيميليشن للماكروفاج هنا بيعمل ستيميليشن لل يعني للوظيفه المناعيه بتاعه الماكروفاج. ان هو يعمل ايه؟ اول ما يشوف الفيرون انتيجن ده هيعمل له فاجوسايتوزس ويكسره ويرميه على طول، مش هيقعد لسه يعرضه على السيرفس بتاعه ويستنى هيلبر تي سيل والكلام ده كله. فادي الفرق بين ستيميليشن للماكروفاج هنا ووظيفه الماكروفاج هنا. تمام. طيب اضيف نسيت اقول لكم، انا اسف، كان مكتوب في المحاضره بتاعتكم عجبتني خالص بالنسبه للفانكشن بتاعه الادابتيف ايميونيتي. كان كاتب ان الفانكشن بتاعه الادابتيف ايميونيتي سواء كانت هيمورال او سيل ميديتد هي ريكوجنايز اند ريسبوند اند ريممبر ذا نون سيلف انتيجين. مهم جدا 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 تحدد دلوقتي ان عندك انت بتتكلم عن الانتيجين، هل هي سيلف انتيجين ولا فوريان انتيجين؟ النون سيلف انتيجين هي فوريان انتيجين، لان المفروض في الطبيعي في الناس الطبيعيين ان ما يكونش فيه اي استجابه مناعيه ضد السيلف انتيجين. تمام، او السيلف بتايز. طيب نتكلم بقى يا شباب عن السيل ميديتد اميونيتي اللي هي المفروض عنوان المحاضره، بس هي اصغر حته حرفيا في المحاضره. ايه اللي بيحصل؟ تخيل معايا بقى ان انا كونت سايتوتوكسيك تي سيل، تمام، في السامس جلاند وطلعت ودخل عندي مثلا كانسر، مثلا يعني لا قدر الله في خليه في الجسم بتاعي اتصابت بفيروس او كانسر. طب انا عاوزك تعرف حاجه، انت هتقول لي ايه بقى؟ هتقول لي ان لازم تكون عارف يعني ان السيلف تيشو في خلايا، الخلايا دي بتعرض ام اتش سي 1 باعتبار ان هي مش انتيجين بريزنتنج سيل عشان تعرض لام اتش سي 2. تمام. الام اتش سي 1 يا شباب بيعرض مكونات الخليه، اي حاجه في الخليه بتنتجها الخليه بتتعرض على الام اتش سي 1. معلش اعتبر ان هو ده الام اتش سي 1 والنقطه الزرقاء دي هي دي السيلف انتيجين او السيلف بيبتايد. فكل شويه تيجي تعدي التي اتش او السيتوتوكسيك تي سيل، تعدي من هنا وتقول ده انا السيلف بيبتايد ده انا شفته في النيجاتيف سيلكشن فتبعد عنه. تمام. الا في مره من المرات مثلا لا قدر الله بعد الانفكشن بالفيروس او الكانسر، هتلاقي مثلا، تعالى على سبيل المثال ان انا اخدت فايرال انفكشن، هتلاقي دخل الفيروس واستقر جوه الخليه وبقي يستخدم الريبوسوم بتاعت الخليه وبيكون بروتينز لنفسه، دي بيئه ما تعتبر تبع منتجات الخليه، صح؟ هتلاقيها برضو اتعرضت على الام اتش سي 1 اللي هي النقطه الحمراء دي. يعني اعتبر ان النقطه الحمراء دي او الدائره الحمراء ده عباره عن ايه؟ منتجات من الخليه، بس الفيروس هو اللي عملها، هو استخدم بس الماتيريالز بتاعت الخليه علشان ينتج لنفسه. تخيل بقى اللفه اللي اتلفت المره اللي فاتت دي او التي هيلبر عدت وشافت ايه بقى؟ عشان يعني مش هينفع نحكي نفس الحكايه، ان الهيلبر تي سيل عدت بقى في اللفه اللي فاتت دي وشافت مثلا ان في عندي فوريان انتيجين موجود على الام اتش سي 1، موجود فوق السيلف بيبتايد جنب السيلف بيبتايد، مش حواري، المهم ان هو معروض مع السيلف بيبتايد على الام اتش سي 1. طبعا الهيلبر تي سيل بعد ما تلف اللفه وتعمل اكتيفيشن ومش عارف ايه وتتحول الى تي اتش 1، بعد ما تتحول الى تي اتش 1 هتروح تاكتيفيت مين بقى؟ تاكتيفيت السيتوتوكسيك تي سيل. تيجي السيتوتوكسيك تي سيل تمسك، ما بتتفهمش، هتيجي تبص كده تتاكد من كلام مين؟ تتاكد من كلام التي اتش. تمام، تقول لا ده فعلا ده في عندي في فوريان انتيجين اتكون من الفيرال انفكشن او سواء كانت خليه اتصابت بكانسر. ايه اللي هيحصل؟ نفس اللي حصل هناك، التي سيل ريسبتور هيمسك في فوريان انتيجين، في عندي السي دي 8 هيمسك في المكان اللي فاضل لسه على الام اتش سي 1 وتبدا السيتوتوكسيك تي سيل تشتغل. التارجت بتاع السيتوتوكسيك تي سيل ان هي تموت الخليه، بس ده هي خلقت لهذا الغرض في الحياه، السيتوكسيك تي سيل ان هي تموت الخليه. تمام. فهي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه من حاجتين، في حاجه مكتوبه عندكم وحاجه مش مكتوبه عندكم. انا المكتوب انا كاتبه واللي مش مكتوب هقوله. المكتوب عندكم ان السيتوكسيك تي سيل دي بتطلع بروتين اسمه بيرفورين. تمام، وانتوا عارفين البيرفورين، والله خدناه برضو في ثالثه ثانوي. بيعمل ايه البيرفورين ده؟
بيقعد يخرم في الخليه. تمام، هيقعد يخرم في الخليه من هنا، في الخليه من هنا هنا. تمام، فلما هو يقعد يخرم في الخليه، الخليه دي هيكون قدام حاجه من هيكون حواليها حاجه من حاجتين، هيكون يا اما حواليها انترستيشال فلويد، والانترستيشال فلويد ده فيه ايونز. تمام، يا اما الخليه دي مثلا تكون مثلا قريبه او تقول مثلا في تبع الليمفاتكس او تبع البلاد فيزلز، فبرضه هتكون محاطه او حواليها فلويد بتاع البلازما. ايا كان خليك متاكد ان الخليه بيكون حواليها فلويد. فانا لما بقعد اخرم في الخليه هيدخل عندي مين؟ هيدخل عندي الفلويدز، هتدخل عندي مين؟ هتدخل عندي الايونز. الخليه لما بتتملي بالايونز وتتملي بالفلويدز ده بينيشيت الابوبتوزس، ولكن انت عارف دي مش اقوى حاجه بتنيشيت الابوبتوزس. اقوى حاجه بتنيشيت الابوبتوزس هي ان السيتوتوكسيك تي سيل، هو ليه سموها سيتوتوكسيك تي سيل؟ لان هي بتطلع توكسينز، والتوكسينز دي بتروح تشتغل على الدي ان اي بتاع التيشو سيل اللي هي مصابه بالفيروس او اصيبت بكانسر، وبتنشيت الابوبتوزس. ده اقوى اصلا من البرفورين. لكن البرفورين يعني مثلا معنى كده مش لا دور، لا طبعا ليه دور كبير خالص في عمليه الابوبتوزس. تمام، ده باختصار اللي بيحصل او عمليه السيل ميديتد اميونيتي. افتكر ان النايف سيل دي بتدي بعد ما بتطلع من السايمس جلاند، دي بنسميها نايف سيل، ملهاش اي اهميه يعني لا يعتمد عليها، وانما بعد الاكتيفيشن بتتحول الى حاجه من حاجتين، يا اما افكتور سيل او ميموري سيل. تمام، مش كلهم بيتحولوا الى افكتور او ميموري، في حاجات بتتحول الى افكتور بس زي السيتوتوكسيك تي سيل، لكن في عندك في حاجات بتتحول الى افكتور وميموري. يعني على سبيل المثال البي سيلز، البي سيلز بعد الاكتيفيشن بعيدا عن كونها يعني ما بتطلعش من السايمس جلاند، بتتحول الى افكتور وهي البلازما سيلز، او بتتحول الى ميموري سيلز. طب خلينا نمسك في اللي تبعنا في التي سيلز اللي هي الهيلبر تي سيل، بتتحول الى افكتور. تمام، سواء كان تي اتش 1 او تي اتش 2 او تي اتش 17، ده النوع الثالث اللي انا ما اتكلمتش عليه، او تتحول برضو الى ميموري سيل على اساس برضو قابلت نفس الانتيجين مره ثاني. تمام، طيب جت مقارنه صغير وبسيط خالص ما بين الهيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل. اول حاجه عندك انت الهيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل، نفتكر مع بعض الاورجين بتاعهم، هما الاثنين كانوا بيجوا من البون مارو، الستيم سيل اللي كنا قلنا عليها اسمها سي دي 34 بلس. الديفلوبمنت بتاعهم هما الاثنين في السايمس جلاند. بالنسبه للسب تايبس قلنا ان الهيلبر تي سيل بعد الاكتيفيشن بتتحول يا اما تي اتش 1 او تي اتش 2 او تي اتش 17، وان السيتوتوكسيك تي سيل ملهاش سب تايب. تمام، طيب هو هتلاقي عندكم كاتالوجكم في المحاضره ان ممكن من السب تايبس بتاعت الهيلبر تي سيل اللي هي التي ريجولاتوري. تمام، ومش كاتبها بتاعت السيتوتوكسيك تي سيل، لكن انا بقول لك لا هما الاثنين يتحولوا تي ريجولاتوري سيل. تمام، ولكن الاغلب الاكتر النسبه الاكتر اللي بتتحول الى تي ريجولاتوري هي الهيلبر تي سيل، ولكن السيتوتوكسيك تي سيل برضه تقدر تتحول الى تي ريجولاتوري. فانا كاتبها وشاطب عليها بالقصد ان انا بقول لك مش مكتوب عندهم، ولكن هي فعلا السيتوتوكسيك تي سيل ممكن تتحول الى تي ريجولاتوري. طيب نتكلم عن ريسبتورز، هما الاثنين عليهم تي سيل ريسبتور. تمام، طيب وتزيد عليها الهيلبر تي سيل ان هي عليها سي دي 28 ريسبتور، وقلنا ان سي دي 28 ريسبتور ده هو اللي بيستقبل البي 7 بروتين اللي بيطلع من الماكروفاج في السكند سيجنال. هو السي دي 4 والسي دي 8 اللي بيبقوا موجودين على السيرفس بتاعهم هو مش ريسبتور بصراحه، بس انا ما عرفتش يعني في وجه المقارنه اكتب ايه، فحطيتها تبع الريسبتور على اساس ان هي برضه حاجه بتبقى موجوده على السيرفس بتاع الخليه يعني. ولكن السي دي 4 اللي بيبقى موجود على الهيلبر تي سيل ما هوش ريسبتور، والسي دي 8 بيبقى موجود على السيتوكسيك تي سيل ما هوش برضه ريسبتور. ريكوجنايز ايه بقى؟ الهيلبر تي سيل بتريكوجنايز ايه؟ بتريكوجنايز الفوريان انتيجين. تمام؟ يبقى اللي معروض على الام اتش سي 2. تمام؟ اما السيتوكسيك تي سيل بتريكوجنايز كانسرس انتيجين او فيرال انتيجين. تمام؟ اللي معروض على الام اتش سي 1 يعني على الخلايا بتاعت الجسم بتاعي. تمام؟ طيب ادي الفانكشنز بتاعت الهيلبر تي سيل كله كلام معاد، ان هي بتتعرف على فوريان انتيجين. تمام، بتسكريت سيتوكينز. اتكلمنا عن السيتوكينز، اتكلمنا مثلا عن تي اتش 2 قلنا بتفرز انترليكن 4 و5 و6 و10 و13، وقلنا برده ان هي بتفرز تيومر نيكروزيس فاكتور الفا وانترليكن 2 وانترفيرون جاما، صح؟ وكمان بتعمل اكتيفيشن للبي سيلز. دي مين دي؟ دي تي اتش 2، وبتعمل كلاس سويتشنج. طب عارف مين اللي بيعمل اكتيفيشن للبي سيلز؟ اللي هو الانترليكن 4. طب مين اللي بيعمل كلاس سويتشنج؟ انترليكن 5 اللي قلنا اما بيحولها الى بلازما سيل او الى ميموري سيلز. تمام، بتعمل اكتيفيشن للماكروفاج والسيتوتوكسيك تي سيل، معلش اهو انا نسيتها، سيتوتوكسيك تمام تي سيل
بواسطة اللي هو ال TH1 اللي بتطلع تيومر نيكروزيس فاكتور اند انترليكن 2. زي ما قلت لك السيتوتوكسيك تي سيل خلقت لغرض واحد وهو الابوبتوزس للسيلف انفكتد سيلز. تمام. طيب انا كاتب لك هنا مهم جدا تعرف ان اهم حاجه بتبقى موجوده على السيرفس بتاع التي سيل هو التي سيل ريسبتور مش السي دي. انت ممكن يهيئ لك ان اهم حاجه هي السي دي، ولكن بدون التي سيل ريسبتور غير ملهاش اي لازمه. ليه؟ لان من غير التي سيل ريسبتور التي سيلز مش هتقدر تتعرف اصلا على الفوريان انتيجين الغريب عن الجسم بتاعك. تمام. طيب اخر جزئيه معقد لطيف والله، يعني مش متعبه يعني. طيب انا اتفقت معاكم وصدعتكم وقلت لكم انت يعني دلوقتي لازم جدا تكون تحدد ما بين فوريان انتيجين ولا سيلف انتيجين. طيب ايه رايك بقى ان الفوريان انتيجين اصلا ده نوعين؟ الفوريان انتيجين ده نوعين، في النوع النورمال، شوف يعني حتى الفوريان كله وحش، بس الوحش فيه الوحش وفي الاوحش منه، فاهم انت الفكره؟ فانت عندك الفوريان انتيجين ده وحش، يعني اكيد عاوز يعني اعمل اميون ريسبونس ضده، ولكن في نورمال انتيجين ده ابن ناس، وفي بقى سوبر انتيجين عامل فاهم انت اللي هو مفتري، فده اللي هو الاوحش من الوحش، يبقى ده اوحش من النورمال انتيجين اللي هو في الفوريان انتيجين. افكركم او مش افكركم، يعني هقول لكم برده حاجه صغيره قوي قبل يعني ما اتكلم. هو انت عندك التي سيل ريسبتور بيتكون من ايه؟ بيتكون كده من 4 تشينز. تمام. ادي التي سيل ريسبتور. تمام. ادي اهو في فيكسد او كونستانت تشين وفي فاريبل تشين. يعني ادي تخيل معايا كده ان الاثنين اللي فوق دول كونستانت تشينز مش بيتغيروا، والاثنين اللي تحت دول فاريبل. تمام. طيب كل تشين فيهم فيها الفا وبيتا، يعني في كونستانت الفا وفي كونستانت بيتا. تمام. وفي فاريبل بيتا وفي فاريبل الفا. تمام. الكلام ده تركيبه التي سيل ريسبتور. مش عارف دلوقتي نمسك في النورمال انتيجين بقى. النورمال انتيجين اللي انتوا عارفينه بيمسك ازاي بالظبط؟ بيمسك ما بين التي سيل ريسبتور وما بين الام اتش سي 2 او الام اتش سي 1. تمام. يعني تخيل ان ادي مثلا الام اتش سي 1 او ام اتش سي 2 معروض عليها كده الفوريان انتيجين، وادي التي سيل ريسبتور هيمسك في النص ما بين الفاريبل دومين اوف بيتا تشين اند فاريبل دومين اوف الفا تشين. هو ماسك في مكان ما بين الاثنين بالظبط. حلو الكلام ده؟ حلو قوي. ومهم جدا تعرف ان النورمال انتيجين ده هو جزء من الاورجانيزم. يعني ايه جزء من الاورجانيزم؟ يعني انا داخل عندي بكتيريا، والبكتيريا دي قابلها الماكروفاج او اي انتيجين بريزنتنج سيل تاني، وعرضها على السيرفس بتاعه بعد ما خدها وكسرها وبعد كده عرضها على السيرفس بتاعه، يظل اللي معروض على السيرفس ده جزء من البكتيريا او جزء من الاورجانيزم. هو ده النورمال انتيجين. عارف بقى السوبر انتيجين؟ السوبر انتيجين ده عمره ما يكون جزء من الاورجانيزم، مستحيل. وانما هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن حاجه دخل الاورجانيزم وعمل لها سكريشن، عامل سكريشن مثلا لتوكسينز مثلا لبروتينز معينه، هي دي تشتغل كسوبر انتيجين. طب معلش البروتين او التوكسين يعني هل ده اصلا جزء من الاورجانيزم؟ هل هعرف يعني اتحكم فيه وادخله ما بين التي سيل ريسبتور وما بين الام اتش سي؟ صعب. فليه مكان تاني في الكونكشن بيمسك ما بين ايه؟ بيمسك كده بالجنب ما بين الام اتش سي وما بين الفاريبل دومين اوف بيتا تشين. مهم جدا تعرفها، معلش مهم جدا تعرف ان هو بيمسك في الفاريبل دومين اوف بيتا تشين وما بين الام اتش سي، يعني غالبا هيكون ام اتش سي 2 بس من على الجنب. تمام. طيب فانا كاتب لك كده ان السوبر انتيجينز هم في الغالب مش جزء من الاورجانيزم، وانما مواد اتفرزت. اهمهم ايه؟ اهمهم بص هو الستاف ايرس ده يعني انا بعتبره الملك بتاع البكتيريا. مفيش محاضره عدت عليا الا وكان فيه الستاف ايرس ده موجود. تمام. وبيفرز توكسينز مهم جدا، وموضوع دراسه مهم جدا، وفي سنه ثانيه علمه حضرتين لوحده باين الستاف ايرس الانتيرو توكسينز. فهو بيطلع توكسينز، التوكسين دي بتشتغل كسوبر انتيجين. بتعمل ايه؟ بتعمل لي ممكن تعمل لي اما فود بويزننج، يا اما تعمل لي توكسيك شوك سيندروم وحاجات تاني. طبعا التيرو توكسين بتعمل حاجات تاني بلاوي، بس انا ادي المعلومات المختصرين يعني. طيب هل انت بتقول لي يعني هي حكره على البكتيريا؟ قال لك، قلت لك لا، ممكن في فيروس تدخل برضه تطلع بروتينز زي الابشتن بار فيروس. والابشتن بار فيروس ده انا معلش ما عرفتش اجيب الصور، بيعمل طفح جلدي يعني ممكن يكون بشع شويه. بس انت ممكن تفتح يعني على جوجل وتشوف مثلا الصور بتاع اللي بيعملها الابشتن بار فيروس،
بيعمل طفح جلدي وبيعمل تضخم في الغدد، وغالبا الغدد اللي هي اللعابيه اللي هي السليفري جلاندز. طيب في عندك الريبس فيروس برضو ممكن يطلع بروتينز برضو بتشتغل برضو كسوبر انتيجنز. هو معروف الرابس ده ليه اسم تاني اسمه فيروس ده الكلب، مش هقول لكم بس انا يعني حبيت ايه يعني احس ان انا يعني افيدكم بالمعلومات اللي انا عرفتها ملهاش لازمه يعني. تمام، هو اسمه فيروس ده الكلب الريبس فيروس. طيب باختصار شديد النورمال انتيجن قلنا بتمسك في مكان محدد ما بين الام اتش سي وما بين التي سي ريسبتور. معنى كده ان هي مسكت في مكان محدد بتعمل لي سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيل. طيب ما دام عملت سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيل معنى كده ان انا هيحصل عندي يا اما هتتكون عندي، تعال نضرب مثال طبعا على التي اتش. تمام، لما انا عملت سبيسيفيك اكتيفيشن للتي اتش يا اما تكون عندي تي اتش 2 يا اما تي اتش 1. التي اتش 2 دي بتفرز سايتوكينز غير اللي بتفرزها التي اتش 1. فانا لما في النورمال انتيجن عامل ايه؟ عامل سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيل. تمام، فعمل او نورمال ريليز اوف سايتوكينز او اللي هي انترليوكينز يعني، فالنورمال ريليز ده عمل لي سبيسيفيك انفلاماتوري ريسبونس. فاهم؟ يعني كل لما حاجه بتحصل سبيسيفيك انا هيحصل انفلاماتوري ريسبونس او اميون ريسبونس. تمام، على قد اللي انا عاوزه. حلو، السوبر انتيجن بقى مصيبه، بتعمل اكتيفيشن لاي خليه قابله في وشها. تمام، يعني مثلا تطلع لي تي اتش 1 تي اتش 2 وتي اتش 17 وتعمل اكتيفيشن سيتوكسيك تي سيل، فمعنى كده اللي بيحصل ماسيف ريليز اوف سايتوكينز. اطلع عندي انترليوكين 1 و2 و3 و4 والتيومر نيكروزيس فاكتور واندرفيرون جاما وسايتوكينز كتير خالص، فينتج عنها نون سبيسيفيك انفلاماتوري ريسبونس. النون سبيسيفيك انفلاماتوري ريسبونس دي ما اكيد اكيد هتعمل لي دامج للتشو. انت عارف النورمال انتيجين حتى لو عمل لك دامج للتشو هيكون التشو ده بايظ اصلا، يعني مثلا ممكن يكون التشو ده مصاب بالفيروس او يكون فيه يكون كانسرس. تمام، فممكن يحصل دامج للتشو بس التشو بيكون مش سليم، لكن ده حتى التشو السليم مش السليم كله بيضرب في كله. تمام، بس ده كان باختصار يعني المحاضره بتاعه التي سيلز اند سيل ميديتد اميونيتي. اتمنى ان انا اكون وفقت يعني وتكون وصلت يعني بشكل مطلوب. بس وربنا معاكم يا شباب ان شاء الله يعني.